Houston. حتي كواد نوريا وحي كتير بيان هو رجع الكيا ولا لغل كارديستين إناد إيشي كاري وعن وحا كمر خاتي كعي عروس كونا كبدن تدكا يسكو سواعدي وليكي فرحة كوتيرا كوتيرا فرحة كوتيرا سيناد إيشي كاري وعن وحا كمر خاتي كعي عروس كونا كبدن تدكا يسكو سواعدي وليكي فرحة كوتيرا كوتيرا فرحة كوتيرا وهشتين تبيا وذاك قدين حمدينا وديماني حال دور سيد والدك سيدا اسكو هشتين تبيا وذاك قدين حمدينا وديماني حال دور سيد والدك عرور قيل اليوغا ودالي دينت انا وحوناك سنترا تلك انا وحوناك سنترا تلك انا وحوناك سنترا ترى ايه الله ويني ايدين كبيري عرور قيل اليوغا ودالي دينت انا وحوناك سنترا تلك انا وحوناك سنترا تلك انا وحوناك سنترا ترى ايه الله ويني ايدين كبيرة عرور قيل اليوغا ودالي دين كان وحوناك سنترا تل كان وحوناك سنترا تل كان وحوناك سنترا ترى ايه سارستي أسهر فليكس شاعيكي ودارينكي ودهار دريشي دوكي كصوب حيدوني دا مبسوط دي إذن كنا كود دوزة دا 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 أسهر فليكس اسكت دبني دين أنا إيش دايما ما دوقت حدر أندرت فرح 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 نور الوضع دكيو وضعي داريقيو توقعي بمريدي كدو عيني دارا دارا كدو عيني دارا Thank you.
warbiga iyo guuriyay markaa xaalad نكاحي يقول كبه نكاحي يقول كبه إنا نكيق عبد السلام إنا نكيق عبد السلام إنا يا مغرب أضياشة دمي رضا ضيح نقميتك دخاتيرتا أقوليانك يدمان صغيب قلياش حفلة دن قاية بغلة قيمة بغلة مهركة عبد السلام عول شامع يا دكتور سينم دكتور عبد القادر حاجي وصل رمتي ومظل مظله لزوي بعد ومظل كو قيمة بالا وقايها بالا ومظل أي نقول سينو غير مسلمة وفرحة يوم برارة يوم أي نقول سينو استقبل وارا وحن كو بلا إنا مرتين فرينا خير سينو دين الإسلام كا وحنا نسلوه ليا الشيخ فيصل قال له كفرة آية القرآن نسلوه فيصل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وإلى محل السيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن سكتوكم عن المسجد الحرام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله العظيم إلهي نوافع آياتها القرآن الكريم كأمنا أخري فيصل صليبان سيناك أبال مريم وحنو كل قد قلت الله عوشي تهناها بي وحنو بسول جميلية إلى عينك عاقل عبد الله عبد الرحيم وحن سلام يا حفلة عرس إقليما يا غياب بدن وحن سلام يا maamulka gobolka Tabdheer waxaan salaamayaa dhaqaatiirta fara badan ee ka timid dafa Soomaaliland ee juudiga soo gelisay xafadda soo qayb galay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta ka badi waxaan doonaynaa inaan magacyada lahaa Dr. Zainab Abdul Qadir Muuse Mirulbe waxaan doonaynaa Cabdi Salaan محاول تابع علي حرف انا نصيصان انا مرسان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقول شيء يا عبد الحكيم تمام صار صحيح صار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان مرت شرفته حفلتي سقوط في غف والبتيت الكلية هي باب السلام يعني إن أنت بالقوي دي سنة يوم قرهان يا قبيلة هام وان وتحلي أكثر فيسة عبد القادر حاج موسى وحان المسلمين ما يمكن مقر عيسى اليوم فيصل عبد السلام وانا عبد السلام عيب الشرع اوكي واي قولي قبل ما يجلس الله يبارك واي عاد لاتني فكانوا حكم شراسه كنا دولار وقتك مليان وحويا تيرا قوي تصور تيرا تكبر واغويبه
بركوبة و الوضع عليه وحن كل المارتي سي والله حفلتنا إيوه هسوينا في فرحتنا وحن كورة كنا يا ميكروفون كا هذا على عيون محمد sorry mama is on the man ومن سيئات أعمالنا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عاد تجيب إن شاء الله قلت هنا كان حاجة عقله قعدت نقطة غيرها دكتور سينب دكتور عبد القادر حاج موسى مرغلقة هذا هيش عبد الله عبد الله الحمود وإمام الجامعة رعاه بمثابة الوكيل لأبو قاحي عقد جيد وكالة النكاح والسوريجي كان كيك مدقنا وفرية أدير كيد ومركا عقد جيد النكاح وكايلي قردقي نهر كيدنا يحيي موسى ما لباقع عابي الله بطلو كرام تهب أهل هدان هاي الشيخ عبد الولي عبد الله محمد أمين من مستجامعة إن انكاقة عبد السلام عاول شامع علي حوش ونكا حيوي وريد ونكا حمد حوش وانا اقبل هذا وانا اقبل هذا وانا اقبل نكاح يغور كبه نكاح يغور كبه وانا اقبل ان انك يا عبد السلام ان انك يا عبد السلام اقبل ما شاء الله شروط دين واحد فدغني قد عاود يوسف ليه اسماء شيخ محمود شامع شرط عن ابو صالح سعيد الحاج جامع ابو قر ابو سعيد الحجار يوم الشيخ مصطفى مرقى مهرب والله بقر وقرابة ذهبة ودهان ساسا فوقر رسال إنت كرام ساسا فوقر رسال إن شاء الله وهذا ما أقول بله التوفيق إله من المكبر إلى كل أخصد كيسي وجدي سوى أولادي أولاد صالحين الله سيوه دار المسلمين تبقوا دهان أفعضاء الله سيوه إله إساسا مكبر إلى آمين آمين الله ما أقول دعاء إياه عبدك يا رسولي السلام عليكم شامع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلي وأفضل عادوي وقيمي وقاية أفضل له أي سوي مادين أعيانتي وضياشي أهل شرفكي دقمة مرعا قيم كمدة مركا الروح كستا تيتر كيسا معموز كيسا هي مقعي عيسان مرلواتك السلام يا سلام كدب رتي و مناسبة دقة قيم قلت هو قيمة هبدا أو لو يجلي ليه خويس إسلامه
waxaan filayaa caqadkii ama herkii uu dhacay ilaahay sheekh ajar iyo xasanad ha ka siiyo. waxa weeye uma baahno, baan filayaa faahfaahin badan labadan ruux ee aynu isu meherinay oo inantuna de waa ina cabdilqaadir, waa ina doctor cabdilqaadir weeye doctor Seynab, allah u naxariisto doctor cabdilqaadir reer Burca way wada garanayaan, doctorkii macaanaa ee naxariista badnaa ee qof kastoo beeshin ah oo isagoo oo raalli ah uu ka tegayay qof walba uu garanayaa. waxaan leeyahay horta ha loo duceeyo doctor cabdilqaadir maanta saaka oo subax jimcaa inuu ilaahay jannooyinkiisa ku arsaaqo. waxaa kaloo inanku waxa weeye waa cabdisalaam cawil jaamac calixoosh, waxa weeye anigu isaga oo caruura oo malxaamada dhigta ayaan cabdisalaam garanaya. waa ilmo si wacan u barbaaray oo si wacan loo soo karkariyey oo ilaa iyo malcaamadiisii kaalinta koowaad gelayay xifdiga qur-aanka. iminkadanna aan ognahay jaamacadda maleeshiya kaalintu ka gaadhay isagana waxa weeyaan waa laba caruur ah inantuna waa doctorad weeye. marka waxaan leeyahay dad qiimo gal ah oo aad iyo aad u qiimo badan ayaynu isugu mihirnay. waxaan leeyahay ducadii rasuulka baaraka allaahu laka oo baaraka calayka oo jamca bayna ku waafaqay. waxaan qoraynayaa inaan xaggaas horta ka akhriyo deed lambarka dambana aan xaggan u wareejiyo soo wareejiyo weydaarna waaye. waxa ay mixiga aar saartay Ismaaciil waaye. waxaan u yeedhayaa Sultaan Cune waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad baan idin salaamayaa. horta magacayga dee inaad maratay maxamed muuse ibraahim faarax baa la yihahda cuna waa wogay dadku waxay sabaan ninkan madhaa waxba cunahay iska magac dhalinyaranimo ku baxay buu ahaa caruurtu adigu qarin jiraan markuu yaraa marka waxaan u dhaafayaa halkan waxaan ka salaamayaa dhammaanba kasoo qaybgalayaasha xafladda qiimaha leh. waxaana salaanta ku rasinayaa qolada abtiyaasha halkaa kasoo jeeda. xag badan baa ii muuqda ina yaasin xajisalaam baa ii muuqda, cabdi yaasin xajisalaam waxaa kaloo ii muuqda, cabdijibaar baa ii muuqda, xamuud baa ka fadhiya oo isna madaxa talayso gobolka. rag badan baa horta qoladaasna u raysinayaa. waa salaamintii dhammaantiinba halkaana wax kasoo jeeda awowyaashii baa kasoo jeeda qolada muuse cari ee halkaa kasoo jeeda iyana waa qoladii awowg ahayd weeye oo hooyaday bay dhaleen dhammaantiinba ciddii ka soo qayb gashay shirkan waa salaamayaa. waxaan ugu horeysinayaa bahda caafimaadka culimaamudiinka halkaa kasoo jeeda faraha badan, aqoonyahanka madax dhaqameedka, waxa weeyaan dhallinyarada dhammaantiin waa salaamantii. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad. aad iyo aad buu salaamantihiin. intaa waxaa iin raaca halkan waxaan uga ducaynayaa inankaa iyo inantaan isisiiyey ee doctoradda waa salaam. marka hore uga ducaynaynaa dhammaantiin baa u duceeya ilaahay ha ka dhigo qoyskii isku barakooba ee isku baraara ee ubad kala hela ee ina anfaca iyaguna isanfaca insha allah bilillahi kariim waa u ducaynaynaa. aamiin baa odhanaysa insha allahu. waxaan kale uga ducaynaynaa cabdilqaadir allah naxariisto doctor cabdilqaadir xaaji muuse oo isagana wada garanaysaan ilaahay ha u naxariisto markhaati wanaagsanna dee waa u furaysaan oo samafalkiisii iyo sidii uu u dhaqmo dhaqmi jiray dee dadka bulshada waddanka ku nool oo dhan iyo sida loo ilaahay ha u naxariista loo ina isagana naxariis baa ilaahay weydiina isaga iyo ummaddii dhibatay oo dhan iyo awowyaasheed iyo kaftanku mar haddii xafladu intaasoo dhan ka soo qayb gashay oo sidaa u ballaaran tahay kulli kaftan waa yaalaa. dee waxaan filayaa qoladaasaan awowyaasha baan la kaftamayaa inantaas waxa weeye dee waa doctorad marka hore waxa weeyaan waa doctorad waa darajada dee darajooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay dee aadamigu dee barto. darajada labaad ee sideetaana waxa weeyaan waa doctorad doctor dhalay doctor cabdilqaadir oo muuse garanaysaan baa dhalay. maayar awgad waa garanaysaan maayar xaaji muuse
شيخ موسى لا بد له توايستا وحويان و مركو هري وحويان و ماير كي مجاري ده ماير هذي يقول ريد بركة الله أبو كم ده هوا ماير حاج موسى مرغلبة مركة حجنا و شيخ موسى مرغلبة ولا بد له شو لين عوا كأولي ولين عوا حويان ده هذا كسلية ده أبو كي نو أقرأ سوا تشيف وتشيف وتشيف كده تشيف كجود ويا شن تنين عمل حتى نبرع كم بشرة كم ده تشيف عبدي وأكرر إنسان مر بالغوا نعرف من لاي. فرتين أنت جالسين درجوا يا ملحد درجوا يلا دكتورة أبي هذا دكتورة أوجدوا هويا مرنا مايرا ها مرنا الشيخة عالم أكرر إنسان إيوه أوجدوا تشيف جد رجيم راح حكومة جد تشيف عقلي وأولا كم ذا ونتو مرتين شن درجوا شو قلتوا شن درجوا هذا هاي يوم حنوم ملاين يا حتى إذا قلنا ولا ده مصاعر هي أو بهي ده يعني رسول الله أدي رسكارنا إنه أي واحد بدلنا تو أي بدلنا لقلك بروسيني أدي إذا نهين ده بدأ أي بار بار فقير لا أي بار مرينا يا لكن إذا هو كسرني إن الثواء وحويان وانو لقنا أنا شن تهدر الشباب كلي وانو كم ما ينام راح ديدي كتين أنا كلي بقى مركي هرا لي مشي لكن مركن بس شيء مي أنا قاعدين عادي كتين ولا ده مصاعر saya susah, saya faham. Kalau saya bimbang, bahan ini, ada macam mana sih? Betul, ini dia. Pula hak betul, betul pula hari ini. Hak betul apa nih? Berkat saya dia betul selalu ya. Ia hanya sesuatu yang dia itu. Ia tak sesuatu yang dia lakukan. Betul, betul selalu hari ini. Saya sudah tu. Wah, aku orang darah ni ya. So, orang tu juga sudah ada umpama wahyu ini ya. Kali. Nalai sukar tu, nak ke soal tak? Ayah kau mah, orang leh sukar punya, bapa leh sukar dia. Dia buat aman pun, dia kalau tu kena. Mereka ayah ni macam mana nak kiri? Ia tu, wahai leh dalam mereka leh sukar dia tu, itu kan kira panaga. Khas malu ni cerita malas. Mereka dia ayah tu buat kena, mereka tahu kau orang darah dia. Wahai mungkin dia ni ya. Liski, ayam pun kau naya, ada yang sehat. Wai, wai, wah, wah ini juga, ada yang agak lebih. Allah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بني سبحانه وتعالى محط بلارن الله أيا إسكاله إلهي نبعوك فرح بدن ونسيي السلام لماذا كوكا تهي أمنك أيو نبضو أي كوحكتو عافماتك حفلة دن قيمة بدن إسلامك هاي نسونمي إن طبعاً نبعوين كيبا أي كم ديهين إلى هبا نبعوين كابا دموغين وكم محطنا قيناه وحكالون آدي آد وقصي محطنا قيا شعب جنبالعنا تتالذا فراحة بضان كسو حاضري هدية بدك واحين أوران كارا وحوية كاري وحوية وحفلات قاران لما أوران كارا وحفلات لبا قويس إيادا أو أصل يبودك أي ويهين لبا شيفو هذا نوع حوية وحفلات قرموية هذا المملكة وحكة أجان لها وحرر لها قرضة إن أنت بتحين رئيسا نختار هذا هالنقطة نختار هذا وحوية أسرة دي إن أنت أبهد وكب حوية نختار هذا وأسرة دي إن أنت أبهد وكب حي مركا إن أنت بتحين تيدا وحابن فيلا يا قرضة غير ديرية وحوية حق لها ده أسرة دي وأضيع إن أنت على كب حي وحوي وانا ود عيرين نهار وموسى درجوين كابدر الله شيعي إن تبع جوب شوك بانك وضعها أو موسى الله أول حريستير رجيو تتنشري وانها آمن الرسول بما أرسل إليهم ربه بنقول تتنشري وان قرنا وان حسوس راي ويس مغدان إلهي وحين لا راح يقويس كن أي نمان تهلك الغوي أغلينا إلهي هكذا يقويس براره يا برواقه كواره كفتن وای میسوسیدی و شاعری حمین تیری گودیدو
isagu meelaha aan ka maqnahay uu sultaan ku yahay mar hadaan la joogo anigu gudoomiyihiisi baan ahay muruq ninka la yiraahdo in marka waxa leenahay kaftan waay maysa meeshu yahay waxaan u sheegayaa qoladan reer Cali Xoosh hablaha reer diiriye guryaha iyaga qoladayada reer Muhammad Aadan bay aad ugu badan yihiin waxaan u maleynayaa burco maanta haddaanay boqol inan oo reer Muhammad Aadan oo reer diiriye dhalay joogin sideetan inaanay ka yarayn intaan anigu imika xasuusnahay waxa kale oo sheegaya beri dhaweyd markii guurkii degaan iska noqday tuulo tuulo noqday inta meel wada degtaaba ay isku goobatay reeraha badan aynu dariska nahayeen u la xidhidnay reerka ugu inamada fiican weeye waa xaqiiqo weeye berigii hore waxaan geela raaci jiray iyadoo qolada reer cabdixariisi tilaahdo waa nimanka reer diiriye qaboobaa la yidhaahdaa annaga ka fulfulan reer cawood yidhaahdaan baan anigu ogaa laakiin inamada maanta kuwa cawood dhalay iyo kuwa cali kale dhalayba kuwa reer diiriye qaar ka fulfulan anigu maan arag xaqiiqiyan maan arag waa inay taran badan yihiin ilaahay mahadi aad iyo aad iyo aad bay u taran badan yihiin hablahaasi oo ilaahay khayr buu ka siiyey reerihii ay soo galeen taasi taa weeye mid kalaan anigu sii faranaya waxa lay odayadayadii luguhu yaro xanuuneen waxaa u dawaa duugis dumar wax duug yaqaanaa inay duugaan markii la iswaraystayna dumarka wax duug yaqaanaa koonfur iyo marka iyo meeshaas ay joogaan cabdiraxmaan xandulle laba hablooda marka iyo uu ka guursaday meesha loo yaqaano baraawe yuu qabaa hablihiisi way kaceen maalin dhaweyd baan ku soo arkay Hargeysa dee waxaan leeyahay berigii horena meesha waan ku caariday waxaan ku yidhi cabdiraxmaan oo inaan ah ilmo aan abtilahayn aan ugu tagi kari maayo laakiin alxamdulillaah maanta waxaa la hayaa inaan abtinale hooyadii inaan waxay tahay inaan abtinale baa la helayaa hooyadii inay duugista taqaano ay hooyadeed bartay cabdiraxmaan warkaasa la iga geeyay geed fadhi baan u ahay hablaha qolada barwaaniga iyo dhaleen ha la igu wargeeyo midna ha la ogaado haddii la odhan lahaa odaygu waa nin weyn muuse kaahin maxamed jaamac axmed shire markuu inanta siiyey wuu iga weynaa iima dhaweyn aniga wuu iga weynaa dee waaban ka yarahay anigu isku ceebsan maynu reer diiriye nin odaaho inan yar la siiye cabdiraxmaan u geed fadhi baana fariinta laga qaado asalaamu calaykum iqba marka gacanta aan ku dhawayay codkuu soo laabanayaa imika waxaan u yeelayaa Dr. Cabdi Yaasiin waan salaamayaa dhammaan shirka sharafta leh ee ayaanta kala duwan kulmiyey ee waan duceynayaa arooska aynu agan ku yeelaylay inanka yeelanta waan duceynayaa ilaahay ha isu barakeeyo بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم انت كبعادي دعوت انا تو لو هر باك افتم يو اس سي اي لكن انا تو هر صدحات ولا ده تاك درسها او انا واحد من قرات صدحات ولا بدا قرات بلا اسويديستي بقى انا انت سدا لا شيغي ما انا قالك حق لهين caafimaadkaana la yidhaahdaa inanta yaa beheedda annaga qoladeeda ahay runtii oor nala noolaa inanta aanu isbid nahay marka inanka waxaan farayaa dee xididkaagu waa badan yoogow ay soo dhan inuu raacad xirsay inaad iska intiin xirsay ismaanka dad badan baa joogo iyaguna kaloo inanta ilaashanaya oo ay ka mid ahay beherkeedahay kolle hadalka day waa layga lahaayo raaga jago noogu weynaay malaa wakan uu ka xadardaaday anigu afkii caafimaad kuma ku hadlayay inankana farin baan far ilaa hadduu maanta joogo oday inankan noo ilaali baan odhan lahaa inantan noo ilaaliyo dee waa dumadaada wixii magaraysaa kolle rag iyo dumarka ragun baa dee qawaamada leh dee inantaas ummadda dhan baa ilaashanaysa waa dumadaadan ku odhan lahaa joogo kolay albihii iyo dee wixii kale fadhiyana waa way gaadhsiin doonaan waana u ducaynaynaa mar kale aad iyo aad ilaahay isku barakeeyaan waana ugu ducaynaynaa aabbaheed nin nagu qaaliya buu ahaayo odagayagu ahaa runtii ilaahay naxariis jannaas iyo
sidaa la sheegay halkan waxaan u nimid rugmiga islaamiga ee maanta la taagay ee maanta doctor cabsalaan iyo doctor seynab inuu isugu ducaynay sidaa la sheegay waxaa la qabaa ducada rasuulka barakallahu laka wa baraka calayka wa jamaca weynahu min khayr xaqiiqatan waxaan si guud iyo si gaar ah u salaamayaa dadka ilaahay karaameeyey ee heer sharafka ah ee halkan isugu yimid ee soo xusay marti sharaftan loo sameeyey ducadoodana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay guriga cusub u ajiibo oo u aqbalo intaa marka anigu hadalka inaan ku baranahay ma ogeyn laakiin horta anigu waalid baan waalid aan ahayn waa waalid duuda weliba reerkaa la sheegay ee maanta lala xiday iyo reerkan ama dee gobolkiiba jooga cid isbari kari mayse in loo duceeyey baa halkan loogu yimi taasoo waa tabarashada anigoo waalida waxaan sheegayaa oo halkan aan ku darsanaya aan hadalkii la sheegay cawl baa kaftamay kaftankii dhameeyey wacan oo sharaf leh cabdisalaan wuxuu la xiday reer wacan oo yahuudiina oo ahlu cibaadaha oo mutkarma oo xididka qadariya feriga ay ka soo jeedaan anaga inaadeertay baa dhashay dhammaan reer burugleqe markay noqdo waalid baan wada ahay waxaan ku garaasaday anigoo toddoba jira iyagoo abtii awow yidhaah maantaan kismaayo ka nimana xajibaasha baa gacanta naqabtoo noogu horreeyo nagu soo qaabilay anagoo carura oo afreexa mar ku hadlayna weligee waxaan uhaystay faalmigaygii markaa ma adeera maya u agooga abti buu odhan jiray markaa waa qofkii igu horreeyey iga weyna abti yidhaah markaa horta alla yaa baariga waxaan leeyahay waa reer wacan oo xidiidnimada iyo sharaftaba ku wacan waxaanan u haynaa duco iyo karaamo allah idin karaameeyo xaqiiqatan kala qaadqaadi maayo anagu waxa aan runtii halkan kaga tegayaa ducada rasuulka ilaahay oo aqbalo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa yahay aada buu mahadsan yahay rashiid faarax cali salaadii jimcihii oo dhow iyo waqtigoo soo gaabanaya dad badan oo hadalladii iga horreeyey ayaa waxa ay mudan yihiin madashu waxay mudan tahay iyo waxa labada qoysa xididay iyo inanka iyo inanta intaba tilmaamay waxaana ku filan dhaqanka soomaaliga waxay leedahay soomaalidu habluhu laba ducay leeyihiin had iyo goorale ducada inanta la raaciya inta badan dhaqanka soomaaliga waxay yidhaahdeen marka ay yar tahay inanta meel roon mar bay yidhaahdaan marka ay guriyeysatana waxay yidhaahdaan wiil yacana noqo labaduba waa laba duco oo islaamiga ninbaa waxaa laga sheegay wuxuu yidhi weligay meel baasmarto ma guursan waxaa la weydiiyoolayo oo maxaad samaysaa wuxuu yidhi markaanu inanta heshiino ee si walba aan inanta u eego yaan habeenkii u soo kuur galaado gurigaan dhegaystaa buu yidhi ta hooyadood leedahay meel baas mar waa ka carara buu yidhi ilaah baan bayla soo gelaysaa
waxaan ka wadaa inanku meeshuu ka soo jeedo waa la tilmaamay inantii meel roon bay martay, inankuna meel roon buu maray. Waxaynu leenahay wiil iyo caano noqda oo ilaahay isukii barakeeyo. Waa ducadii oo af soomaaligeena baraka allaahu lakum wa baraka calaykum wa jamaca baynakuma filkhayr aw bilkhayr. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Jasaaka allah khayr maxamed xaaji ibraahim. Inoo gabagabadii ku sii siqayna waxaa la yeerayaa maadaama ilantu ay ka tirsaneyd bahda caafimaad ku dhaqtarad ahayd qoyskuna qoys caafimaad ahaa isuduwihii wasaaradda waxbarashada caafimaadka ayaan yidhi flash baa samalaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan marti sharafta labada qoys ee halkan isugu mahadinaya injineer Cabdisalaam iyo doctor Seynab iyo dhakhaatiirta kale sharafta laga soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa la joogaa xilligii salaada goor dambaan imi awgeed ma jecli inaan hadalka badiyo. Halkan waxaa yaalla waa duco qoyska cusub ee islaamka ee maanta oo jimca aynu yegleelano. Ilaahay waxaan u baryaynaa inuu ilaahay ka dhigo qoyskii isku waara oo wad kheyr qabana kala hela. Intaa markaan dhaafo labada qoys ee halkan maanta gurigooda laga yegleelayo waa laba qoysoo qarankan iyo dadkan iyo mujtamaca reerta kudheer baa ku ah. Waxa weeyaan dad sharaf iyo karaamo leh. Annaguna aanu nahay bahdii caafimaadka inantuna ka soo jeeday aabbaheedna ka soo jeeday. Marka anagu reer gaaran isxisaabinaayo sida Cabdi Yaasin sheegay waxaana warqoy saddexaad baanu nahay. Dee halkan labada xaafadoodunba yaradki iyo suuriyadii siiyaan umaarka dee tii dhakhaatiirta weliya sii dhakhaatiirtana insha allah waxaa rajeynay inaana la siiyaan rajeynaya. Waxaan kula dardaarmayaa caruuska ilantaasu waa inaan sharaf leh, waa inaan dhakhtarada insha allahu tacaala inantaa noo ilaaliya waxa weeyaan yarad badanna waa idinka doonanaya ayadan hadhow iska bixin karana insha allah waa idinka doonanaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer waay waxaynu ku soo xiran doonaa laba qof oo waalida oo labada dhinac ah iyo culimadeena magaalada Sheekh kamid ah deednas baynu insha allah saas ay ugu xilmi doontaa. Waxaan kusoo dhoweynayaa Sheekh Xasan Ibraahim. Bismillaahi raxmaan raxiim. الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لكن كسوى غيب غلا حفلة إنك إن أنت ليسوا بيرني ومعتنين وهم عضلقين أبارك الله وكسينا إننت تاريخ ذي وانا دمي كان أنا وقال كلمي بريان غير برهما نعين إننت هذه الرئيدي هي ذي وهي مقضى أبتياس ذي إن أبتياس الذي نوهي مقضى دكتور ذي به ay saaxiibka ahayna intaan garanayo waa in muuqda in kale oo kale dareen ruuxa ah waxaanan garanaynayna waa in muuqato dhammaantiin waa wada mahadsanta. Intaa mid baan raacaynaya anugu inanta awoogeed baan ahay kaashamaagta laygu yimay olodhinantii Zeynab Cabdulqaadir waxaa doonaya niman musacarkaa baa doonaya musacaro marka la yidhaahdo waa shaqal dheer weeya. Haddaan halkaa laygu yimay haddaan halkan yimi midnaba shaqalkii dheeraa hoos looguma dhaadhicin
waxaan doonayaa marka hore in shaqalka aamus arraahoos loo dhadhaayo dee lay baraaynan ninka gursanaya lay bara jiribka lay bara waataa nuna caylada hoose lay bara taas waa midaan doonayo waayo dadku haddana saqoonina shaqalkaa dheerun la qabsado reer hebel hawada isugan fula kraanka waxa la yidhaahdaan xagga aabaaya xagga hooyada labadaba waa ka yimaada shaqalkaa hoose waan u baahnahay inanka aabihiina ayaanan ugu baahna intaas waa halkaa inta kale labada caruura ilaahay isu barakeeyo ilaahay ha isu barakeeyo owlaad wanaagsan oy ku intifaacaan ummaduna ku intifaacdo dalku ku intifaaco diintu ku intifaacdo sidii reerta aabbaheed loogu intifaacayay ilaahay kala siiyo owlaad wanaagsan oo rag iyo dumar bale oo lagu intifaaco ilaahay kala siiyo inanta aabbaheed iyo awowgeedna halkani labadiiba ku aasan yihiin ilaahay labadaba ha naxariiso maysida o dhan allah ha naxariiso inteenana markaynu ka daba tagno allah inu naxariiso ducaadii intaasaan ku gaabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dadka meesha isugu yimid oo dhan waa bulshada oo dhan waa salaamaynaa salaanta islaam halkan in badan baa la soo hayay dadku loo yeedhayay imankaad hadalma hadhin waxaa hadhay ducowni ducadiina waa hadee ducu baan waa la ducaynaya dadka isguursaday allah isu barakeeyo ilaahay barakadii rasuulku sheegay barakeeyo waxaan leenahay oo kale ee mar haddii salaad jimcaayna sugayso oo weydhowday salaadii jimce waxaa waynu salaad tegaynaa ducadiina waynu dhammaynay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii aniga magacayga waxa la yahay caaqil cabdillaahi cali cabdilla walwal baa la dhahay ninka inanta guursadeen maadarbownay waxa weeye waa muuse carre reer muuse aadan reer farax guureed banaankaynu wada degnaa reeraha wada degaynay banaanka ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si fiican labada u dhacday waxaan u jeedayaa sheekh cabdiqani oo saalax oo inoo soo gebagabeeyey الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد جمعا أخيار تاي سيمي أي مهمة سيمي وعن السلام يا سلام تسلام كاهو والدغلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan kelmadii ducadii ka horeysanayay waa kelmaddaasi guurku sharciga iyo dhaqankeennaba waa wax ballaadhan oo bulshada muslimka runtii meel weyn kaga jira dhinacyo badan xuquuq baa ka ratibanta xidhiidho qaraabo iyo xididnimo ayaa ka ratiba sida iminka la sheegayo xuquuqdaas way fara badan tahay reerkaa isku leh raaskaa isku leh qaraabada guudba isku leh aad iyo aad xuquuqdaasi xurmo iyo xoolaba waa leedahay
وواح وين أو بشر المسلم كا رنتي لبده برتيدا وحن برا رتشيني وارا محفل كان قيمة علينا رنتي فرين تا فارو وحكو الصعداء جورك إيه وح الله حيرة أورهير كم دي هاي حقوق إسكوليه أو حدود كم تهاي وجورك إلا بديا كم تهاي إيه دين عيادة دمان أنت المعامة يولي هاي جل جل باكو الصعداء ولا جل جل إياه لكن ما أقول إني أهين ب بشر الحرية أو فربضن وحلقيا بيلوك الحق قال سنة هذا أما سير لوك البرارسية هاي أي كلام بدن تهاي لكن فريت الواحد تهاي إن لا إلى ليبا وبها يدقن كجور كه وحي على حبضن كحيري هي والله جاي إلى ليبا دقن ماذا سو قلت جا يجيل جيل كفوس عادة دوري ده يسفر عن تاي قالوا ده جامين يسو دقن ماذا يسو قريان إن لورد بيشا يان عادي على برارسية قاب كعروس الشدة رغب نورها إلا كي وح كلا سعدة وح بيارة بدن باتشيني وكل يدري ميا فرين تاسي إلا إلى اليرها رها قاب كود اسميان قاب كود رغميان قاب كود كلاب بدن أيو حرمة هي احترام كي يقدرين تود حيسا ضد كحديث كا وحاسود وردق الإسلام كا يدق كيني لكن دوايرا كسعدة دوايرا الله يلقي بتباديو إن لو بلغونا ويبانت إلى يوحنا برينا سبحانه وتعالى إن رغيرك أي نجوب جوك كائن باب الكيسة يا أساس كيسة وبركة إلى سو بركة إلى أبد يا دو خير تبعي يا دين تودو بتوسي إلى سبحانه أساس من كبرينا إلى يوحنا ويدسينا سبحانه وتعالى رغيرك دغما إير دغدا إير معنى حاوي سكوارا إير أبد يا دو بكرهلا إلى سبحانه تعالى وكرهه كوادت كيسوس الرؤية أو الرؤية واللغوص فيرت الله كده كوادين تا كتوصل أو بتكون كتوصي الله كده إلى سبحانه وتعالى وحنا وإنسان ما نكن شبعة إن أموره إن الله إصلاحيه أو هجاتيه كوي إنه وضلنا هاي كوي مخلنا هاي إلى إنه هجاتي سجى إلى هجاتي كإلى إنه هجاتي إلى هنا هجوا هنا توسيم إلى دبجة نادف دبجة وارثة نادف وأنت تريد أن 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 تريد أن